بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة والجميع بخير ورمضان مبارك. ومن المسلمين تقبل الله الصيام والصلاة والزكاة كل الأعمال الصالحة، ومن المؤمنين تقبل الله إيمانهم. هنا تجارب، أسجل هذا التسجيل للتثبيت. خطر في بالي من الخواطر هناك في الأثر، هل تجارب 3 و 3 6. هناك في الأثر ورد في الأثر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طبعا وأعظم الناس يستحق أن نشكره ليلا ونهارا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكره لاستجابة الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهو القائل عن النبي كذب، أنا ابن عبد المطلب. في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهناك خواطر أريد أن أبثها. وأيضا جاء في الأثر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى، والأنبياء كلهم المصطفين الأخيار، وهو من الأنبياء النبي. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك جاء في الأثر أن من مات، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فهو أسمع، يعني يسمع الأحياء. وخص الله سبحانه وتعالى الرسول النبي، خصه في زيارته وهو تحت القبة الخضراء من يسلم عليه يعيد عليه السلام، يعني باسمه. أنا ذهبت إلى هناك قلت: السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، يعرف اسمي ويعرف ويرد علي. كيفية الرد لا نعلمها. والملائكة تسجل الأسماء، وعند الحوض الشريف هو حافظ الأسماء، قدرة الله سبحانه وتعالى. فعندما نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكرنا، زي إيش؟ أسماء الناجحين، فلان فلان فلان، فنكون في زمرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا التسجيل أريد أن أنوه عن شيء. الحيوانات الله يكرمكم ورد أيضا أنها تسمع عذاب القبر،
معناته هناك في أصوات تخرج تتعذب في القبر، لكن الذبذب الفريكونسي في الصوت عالية ما نقدر نسمعها نحن الأحيان. الحيوانات تسمع الذبذبة هذه ماشي ترتعب، الحيوانات كلها ويوم الجمعة كذلك وكذا ترتعب من قيام القيامة لأنه يقتص منها. فالمتعدي على الآخر من الحيوانات الله يكرمكم يقتص منه، فبعدها يصبح تراب، يعني اختصاص فوري. طيب الحديث أو الأثر من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما قال من الناس. إذن الحيوانات تعرف هذا الحديث وتشكر الناس، تشكر الله. مثلا حمار الله يكرمكم صاحبه أو جمل ما يزعجه، يعني في منافع بين الحيوان والإنسان، ويكرموا يأكلوا ما يضربوا ما يعازي ما يصحي وقت نوم، حمار نايم يجي واحد يصحي، يعني مو وقت إنه يقوم ويمشي في نص الليل يصحي، إيش هو إسعاف؟ قال ليه واحد جاء جحا قال له أبغى الحمار فأداله هو في نص الليل، ما يصير. يعني جحا لما قال له لك عذر والحمار ما يبغى يصحي حمار، ماشي الحال. فإذن الحمير والبهائم الله يكرمكم هي تشكر الناس، وإذا الناس ظلموها تشكو إلى الله سبحانه وتعالى، فما يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء. طيب النبات ما عنده حساب لأنه ما يعزي أحد. عمركم شفتوا نبات ينطح نبات ولا يرفز نبات؟ ما فيش. سبحان الله النبات أكثر من يشكر الناس فشكر الله. يعني هذه الزرعات هذه أنا أسميها نبتة الحياة، تتاكل يأكلوها يمكن 100 مليون يحبوها أكثر. تعرفوا اسمها الملوخية، تزرعها تنبت لك تسقيها تهتم فيها تديك، ما تهتم فيها ما تعطيك. يعني شوف الآن في قارون، يعني ممكن هذه تعطيك أكلك من الملوخية مثلا كم قارون. هنا البامية لا، هنا جزر زرعان. طبعا هنا هذا التسجيل إن شاء الله نتابع كل أسبوع إيش يصير في هذه التجربة. هنا عندنا جزر تمري، جزر اللي لونه مو جزر ياماني، الجزر التمري اللي في السلطة. طبعا هذا ريموند فرانسيس وصى عليه يزيد الأكسجين. هنا بامية، وأيضا زرعنا بامية وملوخية كمان. لو نلاحظ هذه التجربة عجيبة، طبعا اليوم هذه زرعنا، هذه طينة غطينا فيها البذور، فهذه أهم تجربة اليوم. وهذه ثلاثة طينة بس، هذه ترى عجيبة، يعني فيها القارورة قلبناها، الغطاء حقها اللي هو زي دا قلبناه وحطيناه في التربة، وهنا كمان مليان تراب، فعلى أساس إن الجذور تدخل من هنا، لأن الجذور ممكن تمشي، فكلها تمشي. مثلا لو حطينا نحن بذور هنا وجذور كثير كلها حتمشي وتدخل من الفتحة دي تحت الفتحة دي وتدخل في التربة، فنحن نسقيها من فوق، إذا التربة اللي فوق ما حتنزل، وممكن يكون في فراغ أكسجين بين التربة اللي تحت والتربة اللي فوق، والجذور كده معلقة بين الأكسجين وبين التربة الثانية اللي تحت. أنا متوقع إنه هذه تعطي غزارة من الثمار، هذه وهذه. أكتفي بهذا القدر من التسجيل، وكل أسبوع نسجل 10 دقائق نبثه يوم الجمعة إن شاء الله.